فوق فعلا كان بيطلع 11 و12 بيل لوحده بس. اتفضل. وقت المطر الجو يمطر علينا نفضل نتمرن، فكابتن محمد يقول لي بس اللي كان بيديني دفع كابتن محمد في وقتها هتبقى كويس هتبقى كويس، وفجاه انا لقيت نفسي بقيت برمي كويس. فقلت انا هكمل بقى. بترمي حاجه تانية؟ لا خالص، ورمح بس. رمح بس. طيب خلينا بس معانا تليفون مهم هنروح معاك طبعا. معانا على التليفون رئيس جهاز العاب القوى بين النادي الاهلي الكابتن ياسر داوود. مساء الخير يا كابتن ياسر. مساء النور عليك يا كابتن خالد. اخويا وصديقي العزيز. ربنا يخليك يا حبيبي. اشكرك. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا كابتن، ماشي الامور بخير. ماشي الامور. اخبار العاب القوى ايه في النادي الاهلي؟ والله زي ما انتم متعودين دايما الحمد لله كويسه في المقدمه الحمد لله. يا رب يا رب، دايما انتصارات ودايما انجازات. بس معانا النهارده نجمنا اللي احنا كلنا بنفخر بيه في النادي الاهلي ومصر، كابتن ايهاب عبد الرحمن معانا النهارده. تقول له ايه؟ العريس بتاعنا ده اولا هو حبيبي على مستوى شخصي، ثانيا هو يعني نجم مصر ونجم النادي الاهلي يعني اكيد برضا ومحبه الجميع، مش هو عايز اقول اكتر من كده يعني الراجل نجم ومحبوب وهو رقم واحد في مصر. طيب قول لي، هو رقم واحد في مصر ونجم ومحبوب، كابتن ايهاب عبد الرحمن خارج الملعب عايزك تكلمني عليه خارج الملعب، سيبك من الملعب كلنا شايفينه، لكن بره الملعب ايه اللي الطريقه الكلام الاسلوب التعامل كل ده، عايزك تحكي لي موقف حصل بينك وبين ايهاب مهم في الحياه. والله طبعا انا يعني الذاكره مش جاهزه دلوقتي موقف، انما هو بره الملعب هو شخص ودود جدا ومش عايز اقول خجول عشان ما يتغرش. انما هو شخصيه فعلا تحب تقعد معاها، تحب تصاحبها، تحب تطلع معاها رحله، تحب تقعد معاها في كافي شوب، يعني انسان طيب مع الكلمه، راجل متربي مهذب، يعني في مواصفات البطل المصري اللي احنا بنفكر فيه يعني. ده اكيد شيء مهم جدا، بس اكيد برضو احنا بندور على حاجه تانية هنجهزه زي ال 2024. هو طبعا احنا بنتابع يعني انا معاك في دي. طبعا احنا بصراحه يعني طوكيو كنا يعني كنا بنتعشى من ان احنا نخش بس مركز متقدم مش اكتر، مش ميداليا، وكل يعني احنا كنا عارفين كده من مش بينا وبين بعض يعني كنا عارفين كده. انما طبعا ان شاء الله ربنا يساعد في باريس بقى، يعني احنا ان شاء الله متوقعين له خير. وإيهاب يعني بعد التوقف الاربع سنين ده لما يرمي 1.84 دي حاجه مش عايز اقول انجاز انما حاجه ممتازه. وهو حاليا يعني نقول كفت او في توتال في اللياقه العامه او الاداء او التدريب احسن بكثير من الاول طبعا، احسن من السنه اللي فاتت، احسن من قبل طوكيو بشهرين ثلاثه. وبيتمرن بجد كانه يعني اول مره داخل بطوله. وحتى هو من اسبوعين كان حصل له كده سبرين انكل، توقف انكل رجله وارمي يعني لا اهتم وراح للدكتور، ورحنا جلسات في خلال مثلا يومين ثلاثه كان في الملعب ثاني. طب انا بص برضو، بص يا ياسر انت حبيبي انت عارف، فانا برضو هرجع نفس السؤال عشان انت بتجري مني، احنا هنساعده ازاي وهنجهزه ازاي لطوكيو؟ البلان اكيد هتقعدوا مع بعض وفي بلان هتحطها، اكيد النادي الاهلي بيساعد بجزء واكيد الاتحاد المصري بيساعد بجزء، اكيد يعني كلها في الاخر عشان نوصل للنتيجه اللي احنا كلنا عايزينها. هو طبعا احنا حضرتك عارف دلوقتي احنا في موسم انتخابات وان شاء الله في اول مرحله من مراحل الاستقرار بتاعنا كنادي وكاتحاد. مظبوط. ايهاب طبعا هنقعد بنعمل له خطه وهنكملها باذن الله في اول يناير الجاي. وبرضه يكون يوم 5 ان شاء الله الشهر الجاي يكون عرفنا الاتحاد بتاعنا الرئيس والاعضاء. وهنبتدي نتواصل معاهم وهم وعايز اقول هو التواصل موجود، انما طبعا لما يقعدوا ويستلموا المسؤوليه بتاعتهم هتبقى الحاجات بقى هتقنن وهنكتب ورقه وقلم، ان هم طبعا يعني حتى دلوقتي الساده اللي هم مرشحين كاعضاء وكرئاسه عندهم خبر واحنا بنتواصل معاهم على اساس ان احنا هنعمل خطه جيده لإيهاب، لان طبعا احنا هم واحنا وكلنا عندنا امل ان هو ان شاء الله يحقق مدى. كابتن ياسر داوود بنشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا النهارده، خطه مهمه وخلينا